نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني. إن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي. إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة، وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين. اضربيت الله يكرمك يا الله سلم يا الله.